وبشأن الهجرة العكسية للنازحين تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة السلام عليكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، لجنة حقوق الإنسان النيابية تعترف بحدوث عمليات نزوح عكسي من المناطق المستعادة. بداية، كيف تابعت ظاهرة النزوح العكسي والأسباب التي رافقت ذلك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني ظاهرة النزوح العكسي يعني كانت متوقعة منذ البداية، خاصة وأن منذ البداية تم إجبار على النازحين من أجل أن يعودوا إلى مناطقهم بدعوى أن هذه المناطق قد تم تحريرها من مما يدعون العصابات الإرهابية، ولكن هم كانوا يعلمون علم اليقين أن هذه المناطق تفتقر إلى أبسط أنواع الخدمات، ومنها الماء أو الكهرباء هي لا توجد بصورة نهائية، الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها أيضا غير متوفرة، الأمن لا يزال في هذه المناطق مفقود، والتفجيرات نشاهد عمليات التفجيرات ونشاهد الاعتقالات الممنهجة التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات، بالإضافة إلى ذلك أن هذه المناطق لا زالت تعاني من وجود الأنقاض، لا توجد فرص عمل للناس، الكثير من القضايا الأساسية التي تساعد على استقرار السكان غير متوفرة منذ البداية، حيث كان لابد أن يتم تهيئة الأوضاع في هذه المناطق من أجل أن يعود السكان إلى هذه المناطق ويستقرون فيها، وليس أن يحدث ومنذ فترة طويلة هذه عمليات النزوح العكسية. نعم. طيب دكتورة فاطمة، أيضا اللجنة في تقريرها تحدثت عن إحصائيات وأرقام، على سبيل المثال للحصر، تحدثت عن معاناة 500 عائلة نازحة في كربلاء، وذلك مثل ما تفضلت به قبل قليل، هو انعدام العناية الصحية وأيضا المياه وأيضا سوء الطاقة الكهربائية. ولكن كيف ترين تعاطي الحكومة في بغداد مع المناطق المستعادة؟ يعني لحد الآن لم نرى أي بادرة حسن نية، فقط حسن نية من الحكومة تجاه هذه المناطق. الآن هذه المناطق بدل أن تقوم بسيطرها القوات الحكومية، نرى أن الميليشيات هي المتنفذة في هذه المناطق، ومعروف كيف توجهات هذه الميليشيات ومدى طائفيتها، وقد أفصحت عن طائفيتها مثل منذ البداية. هذه من جهة. من جهة أخرى، أين أعمار هذه المدن؟ أين تعويضات للسكان؟ يعني لو نرى أن الملفات التي تم حسمها وصرف التعويضات للسكان، الحقيقة يعني ما يعني العدد مخزي للغاية بالنسبة لأعداد الملفات التي قام بتقديمها سكان هذه المناطق إلى الحكومة. إذن لا يوجد في الحقيقة أي توجه لدى الحكومة من أجل فعلا إعادة النازحين إلى مناطقهم وتأمين مناطقهم قبل كل شيء، من أجل أن يعودوا ويستقروا في مناطقهم. والحقيقة يعني هناك أغراض يعني من وراء هذه من هذا الإهمال المتعمد. نعم. دكتورة فاطمة، ذكرتي قبل قليل أسباب النزوح العكسي هو مسألة انعدام الخدمات بشكل عام، لكن هناك من يذهب إلى أن الانتهاكات التي تحدث من قبل الميليشيات والقوات الأمنية هو الذي السبب الأكثر للنازحين في العودة إلى المخيمات، هل تتفقين مع هذا الطرح؟ نعم بالتأكيد، يعني هو هذا من أحد الأسباب الأساسية، وقد ذكرتها في مداخلتي. يعني الميليشيات التي تسيطر أصبحت تسيطر الآن على هذه المناطق وتقوم بالاستيلاء مثلا على ممتلكات المواطنين، تقوم ب يعني عمليات الاعتقال الممنهجة للمواطنين، وكيف ونحن نعرف أن هناك لدى الميليشيات قوائم قد تم إصدارها منذ فترات طويلة منذ بدء العمليات العسكرية، وهذه الميليشيات تقوم باعتقال المواطنين بناء على هذه القوائم. بالإضافة إلى ذلك، ما نراه من يعني تعامل
مع سكان هذه المناطق من حيث الفرض عليهم من أجل التوجه إلى التوجهات الطائفية، الاستيلاء على المباني والمساجد، وحتى وصلت إلى ممتلكات الطائفة المسيحية وغيرها، يعني من التعامل القوات الأمنية من قوات حكومية والميليشيات الغير المسيء فعلا نعم. للمواطنين في هذه المناطق. دكتورة نعم. فاطمة، إذن ربما نحن نكون أمام عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة تطال مناطق معينة، لكن كيف توصف هذه الأفعال في القانون الدولي الإنساني؟ نعم، يعني عملية التغيير الديموغرافي هي ليست فقط كلمة، هناك وقائع يعني تحدث على أرض الواقع من عمليات إجبار المواطنين على بيع ممتلكاتهم، وربما هذا واحد من الأسباب التي دفع بالكثير من المواطنين إلى الهجرة العكسية أيضا، بالإضافة إلى ما يقوم به الوقف الشيعي من الاستيلاء على الممتلكات، الوقف السني وغيرها، وهذه واضحة للعيان أن هناك عملية تغيير ديموغرافي تجري في هذه المناطق، وهذه جريمة ضد الإنسانية وخرق للقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات يعني المتضمنة في هذا الإطار. أيضا هي جريمة من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، حيث تدخل في العديد من يعني العناوين. لا ننسى أن عملية التغيير الديموغرافي هي ليست فقط استيلاء على الممتلكات، بل أيضا هناك عمليات قتل ممنهجة واعتقالات ممنهجة وتغييب قسري ممنهج. نعم. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.